فقرة هاشتاج اسأل كلام في الميديا، هاشتاج على تويتر، والفيديوهات والأسئلة والاستفسارات والرسائل اللي بعتها لنا جمهور النادي الأهلي. نبتدي بأول فيديو، يلا بينا. في حين خروج عاشور من حسابات فايلر وفي ظل تعلق السلية وديانج وحمد فتحي قبل الإصابة، وكمان برجوع محمد محمود ونيدفيد من الإصابة بإذن الله، واختيار زي أكرم توفيق معار والعرب بدري في الناشئين، شايفين ان نص ملعبنا عايز صفقات تاني ولا لأ؟ طب بذمتك انت عايز حاجه كده تاني؟ يعني انت قلت تقريبا افضل لعيبه في المركز ده موجودين في النادي الاهلي، عندك ديانج، عندك السوليه، عندك مين تاني؟ عندك محمد محمود لما يرجع، عندك حمدي فتحي لما يرجع، عندك كريم نيدفيد كمان لما يرجع، عندك عدد وافر من اللاعبين في المركز ده، فاكيد يعني الله اعلم، برضو دي رؤيه فنيه خاصه من المدير الفني، هو ادرى بكل شيء، لكن الاقرب ان النادي الاهلي اكيد مش هيضم يعني في المركز ده. تتفق معايا في الجزئيه دي؟ مركز وسط الملعب. والله انا يعني انا مشغول دلوقتي بخبر دلوقتي ان اتحاد الكره يدرس، ده لسه طازه، يدرس مد قرار لاعبي شمال افريقي، مد قرار لاعبي شمال افريقيا. طب هيقلل عدد الاجانب ولا لا؟ يعني مد، يعني بيقول لك ان في اتجاه ان هو يبقى لاعب واحد يمد له كلاعب مصري يعني. تمام، فانا بقول لك الموضوع كله تحت بالإضافة الدراسه. كام لاعب اجنبي محددين في الخبر ولا لا؟ لسه برضه لسه كله تحت الطرح وتحت المناقشه، فالموضوع كله محل نقاش يعني. في موضوع انت كنت بتسالني يعني على بقى خط وسط النادي الاهلي، كان معانا صديقنا العزيز بيسال تساؤل على هل الاهلي ممكن يتعاقد مع لاعب في المركز ده في ظل تواجد سوليه وديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد، كلام من ده ولا دول اسماء تقيله؟ يعني انت بتتكلم يعني في ناس اسماء تقيله جدا يعني دول، يعني الموضوع مش محتاج والاهلي عنده ما يكفيه يعني، لكن لو في زياده زياده الخير خيرين يعني، خير مش كده يعني. تمام، نخش على الفيديو اللي بعده، يلا بينا. ابرز المرشحين لتعويض رحيل احمد فتحي، وهل هيتم تصعيد ناشئين باذن الله للفريق الاول زي العربي بدري كده ويشارك في مع الفريق ولا لا؟ الاقرب لتعويض رحيل حمدي احمد فتحي تحديدا يعني مش محدد، ممكن الاهلي ما يلجاش في النهايه ان هو يستعين بحد في المركز ده او يتعاقد مع حد في المركز ده، خصوصا ان هو عنده محمد هاني وعنده باسم علي معار للجول. عندك محمد هاني موجود، عندك باسم علي معار موجود، يلا. عندك حسين الشحات ممكن يلعب في الجزئيه دي، عندك رامي ربيعه كمان. انا نفسي ياخد الفرصه دي والله، نفسي ياخد والله يا ريت. وعندك رامي ربيعه كمان، وعندك وكريم نيدفيد يعني، وكريم نيدفيد يعني، فما فيش مش شرط يعني. بس الاهلي لن يتاثر على الاطلاق بالغياب طبعا يعني. دي خلاص. طيب موضوع الناشئين، هو برده كان بيتساءل، الاهلي بيستعين ببعض الناشئين وده امر طبيعي وموجود، وعندك انا اتكلمت في الجزئيه دي كتير قبل كده، عندك عدد كبير من الاسماء في الفريق الاول من قطاع ناشئين النادي الاهلي، واخر مثلا عربي بدري زي ما حضرتك قلت دلوقتي. طيب نروح لاخر فيديو معانا يلا. مع اول تقنيه للفار في الدوري المصري استفاد الاهلي بضربه جزاء صحيحه 100% في اخر ثواني من ماتش سموحه، هل مع استمرار تقنيه الفار ستتاثر الفرق الكبرى بهذه التقنيه؟ السؤال الثاني، الاهلي عامل نظام تدريبي للعيبه من البيوت، في حال عوده استمرار النشاط هيكون الاهلي الاكثر فرق استعدادا بعد هذا النظام التدريبي اللي عامله للعيبه من البيوت؟ طيب الراجل بيتكلم على استمرار تقنيه الفيديو، هل الانديه الكبيره هتتاثر باستمرار التقنيه دي؟ لا طبعا يعني، احنا شفنا الاهلي مثلا في المباراه الوحيده اللي اتلعبت تقنيه الفيديو بالنسبه للنادي الاهلي يعني في الدوري قبل التوقف، كانت مباراه سموحه، والاهلي في اخر دقيقه جاله ضربه جزاء كانت صحيحه 100%، كان الحكم اصلا حسبها ضربه حره غير مباشره من خارج المنطقه، رجع للفار فلا الاهلي ليه ضربه جزاء. الاهلي كان اول من طالب، كل هيستفاد الاهلي يعني. اول من طالب طبعا بتقنيه الفار، الموضوع مش مقتصر على انديه كبيره ولا صغيره، الكل اكيد يستفاد. اخر جزئيه كمان، هو اتكلم على مدى جاهزيه لاعبي النادي الاهلي في حاله عوده النشاط، اللاعبين يعني بقدر او بنسبه ما جاهزين بسبب البرنامج التدريبي والغذائي الموضوع للاعبين من قبل الجهاز الفني، ما تقلقش خالص. طيب دي كانت بعض الفيديوهات وتواصل جمهور النادي الاهلي معانا من هاشتاج اسال كلام في الميديا، دي كمان كانت